السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة المرحلة الرابعة، ضمن مادة تصميم منظومات الري والبذل Design of Irrigation and Drainage وصلنا إلى محاضرة 13 اللي هي عبارة عن محاضرة Example أيضا إضافي يوضح لنا عن Design of Lateral Sprinkler Pipe، لكن أيضا ضمن الليفل Lateral يعني قيمة الميل تساوي صفر، يعني ماكو هنا انحدار بالأرض Uphill أو Downhill. هذا السؤال يفترض يعني نسبة الديفرنس بينه وبين السؤال السابق، هسه راح نجي نوضحها. example design of sprinkler lateral يعني صمم الأنبوب الفرعي المستخدم في عمليات الري بالرش for the following case. ال Q average قيمته موجودة، ال L هاي L small يعني يقصد طول الأنبوب اللاترال، L اللاترال 270 متر، ال spacing 12 في 18 متر، ال 12 هو S1 وال 18 هو S2، يعني هذا السبيسنج الأول هو المسافة بين مرشة وأخرى، وهاي المسافة بين أنبوب فرعي وأنبوب فرعي آخر. ال H average هذا فرق السؤال هذا عن السؤال السابق. السؤال السابق كان قيمة ال H average ال head average head منطي قيمته، لكن ايش كاتب؟ كاتب add the pipe، لكن هنا منطي قيمته لكن ايش كاتب؟ add the nozzle. سو حتى ان نجد قيمه الاج افرج الكليه، هاي القيمه بالنوزل بالاضافه الى نضيف لها ارتفاع الحامل، لذلك لازم ينطيك اذا انطاك قيمه الاج افرج اد ذا نوزل لازم ينطيك وياها ارتفاع الحامل. سو رايسر هايت ايش قد مقداره؟ 1.2 متر. قيمه السي المعامل الكوفيشنت اعتمادا على نوع الماده المصنع من عندها البايب 120، وريدكشن فاكتور اوف كريستيان منطق يا بالسؤال. احنا نعرف خطواته، اول شيء نحسب عدد السبرنجلر بايب، السبرنجلر عدد المرشات يساوي لنا طول الانبوب الفرعي على S1 المسافه بين مرشه واخرى 270 على 12، نقربها الى اقرب عدد صحيح كبير 22 سبرنجلر. بعد ذلك نحسب التصريف الكلي يساوي لنا عدد المرشات اللي ظهرت لنا في الكيو افريج من المرشه الواحده. بعد ذلك نحسب قيمه الاتش اف ماكس يساوي لنا قيمه الاتش اف ماكس 0.234 في الاتش افريج. الاتش افريج هنا قلنا بما انه منطي اذا نوزل فاجمعه ومقدار الحامل اللي هو 35 زائد 1.2، هذا الكل المجموع مالته مضروب في 0.234. هسه بعد ذلك هسه حسبنا الاتش اف ماكس، هسه نحسب معادله الاتش اف الاعتياديه حتى نطلع الدايمتر. تمام، هسه على اعتبار قيمه الاتش اف موجوده عندنا، القانون الاتش اف شو يساوي لنا من القوانين اللي عندكم اللي هو معادله ويليام هيزن اكويجن لحساب مقدار الاحتكاك او الخسائر بسبب الاحتكاك، الخسائر الرئيسية والثانوية 1.13 تعتبر هي empirical equation سبق وتناولناها بكامل الديتيلز الخاصة بها. 1.131 في 10^16 الـ Q على C بهذا المقدار، كل معلوم على قيمة الدايميتر نجد من عندها قيمة الدايميتر. قيمة الدايميتر اللي تظهر لك ما صرت تستخدمها مباشرة، لازم تقربها إلى قيمة الدايميتر أو الأقطار الاقتصادية أو الأقطار التجارية الموجودة في الأسواق. في 69 ماكو 69، ناخذ القيمة الأكبر من الموجود بالسوق هو 75 متر. أنا سبق وانطيتكم بالمحاضرة السابقة الأقطار التجارية، هاي الأقطار تذكروهن ضمن الشارت الخاص بورقة القوانين حتى تستفاد من عندهم بالامتحان من تطلع أو تيستر من تجد قيمة الدي، تقربها إلى أكبر قطر تجاري قريب للقيمة المحسوبة. هسه نسبة ان القيمة المحسوبة التجارية راح نرجع نحسب اتش اف جديدة. تمام، راح نرجع نحسب قيمة اتش اف جديدة. الاتش اف الجديدة هذا المقدار نفسه، مجرد هذا نعود قيمة الاتش اف ظهرت هذا 5.5 متر للهيدلوسس. بعد ذلك تحسب البرجر بالانلت والاوتلت يعني كيو اي والكيو اي او الاتش اي والاتش اي. تمام، تحسب قيمهم بالكامل هسه للبرجر هيد. بعد ذلك هسه نطلع المعادله العامه الكليه لحساب الاتش اف. هسه هنا اتش اي والاتش اي، بعدين نحسب الاتش اف الكلي. الاتش اف شو يساوي لنا؟ هذه معادلته بالكامل، لكن شنو التغييرات اللي راح تصير بيه؟ هنا عندي قيمه ان وهنا عندي قيمه ان. هذا قيمه ان يعتمد على السبرنجلر المستخدم، يعني انا مستخدمه مثلا المرشه الرابعه المرشه السابعه. طيب احنا سبق ونوهنا هذا الموضوع، شنو يحتاج؟ نرسم مخطط الطاقه في الدرو الدايجرام انرجي لاين. فحتى نرسم الدايجرام انرجي لازم نختار عدد من المحطات من 3 الى 4 او 5 محطات لا على التعيين،
المحطة الثالثة الرابعة الخامسة، بس أكيد لا تأخذ المحطة الأولى ولا المحطة الأخيرة، لأن ذني معلومات قيم الـ HF والـ، لأن الـ HI والـ H Initial معلومات عندك، الـ H Initial والهاي الموجودات عندك معلومات، تبقى عندك شنو الوسطيات، فتختار لازم. هسه احنا كم مرشة ظهرت عندنا؟ 22 مرشة، فأختار مرشات داخلية. شوف هسه هنا أول مرشة مختارة هي مرشة رقم 4، الأن قلنا سبق ونوهنا عليه، شو يصير معناها؟ يصير 3 اف 3. راح انزل لكم الشارت الخاص بهذا الموضوع، تحسب قيمه الاتش اف، تمام عيني؟ بعد قيمه الاتش اف تحسب الاتش الكليه للرابعه يساوي من الاتش اي، ايش قد حسبناها؟ زائد اتش اف 3، الاتش اي الاند زائد قيمه الاتش اف 3. نرجع بعد ذلك الى المرشه الثامنه اختاريناها، اذا الان شو تصير؟ 7، تروح الى الشارت تسقط الان 7، تحسب قيمه الاف 7 بهذا المقدار، تظهر هذه القيمة، تحسب قيمة الـ HF للـ7، فالـ HF للـ8 هو عبارة عن الـ HE زائد HF للـ7، تمام عيني؟ يعني الخسائر بحساب الـ7، وكذلك اختارينا هاي المرشة أيضا 12 و16، يعني هاي 4 مرشات مختارات. بعد ذلك نحسب قيمة الـ Q Average، أنا أصلا عندي موجودة قيمته، شو يساوي؟ يساوي للـ K في تحت الجذر قيمة الـ H أي الـ H Average 35، والقيمة الـ الكيو اي عندي، تمام عيني؟ نحسب قيمة الكي. بعد ما حسبنا قيمة الكي اقدر اجري التصاريف عند الكل، تمام عيني؟ نختار لا على التعيين، التصاريف عند الكل، لكن ننتبه انه منين نبدا بالتصاريف. هسه كيو 1 كيو يعني للمرشات الداخلية الى كيو 22 اللي هي تعتبر الاخيرة، تمام عيني؟ فبعد ما حسبناها انا شنو الغرض دكتورة من هاي الحسابات؟ انا يعني اقدر احسب الاولى واحسب الاخيرة، احتاج بهذا قانون التشيك اب، لازم كيو انيشال ناقص كيو اند على كيو افريج اصغر او يساوي لنا 18، فظهرت قيمته 8%، اذا اتس اوكي. هذه هي محاضرة رقم 13 اللي هي عبارة عن اكزامبل او امثلة اضافية عن موضوع تصميم الانابيب الفرعية، لكن نرجع وننوه انه الانبوب الفرعي ليفل ليفل لاترال، يعني المستوى يعني مثل ما نقول الديزاين مالته مع مستوى الارض، ما توجد اي انحدارات به، تمام؟ لا ابهيل ولا داون هيل. هاي محاضرتنا لهذا اليوم، اذا عندكم اي سؤال او استفسار تقدرون تراسلوني على القناه. نلتقي بكم ان شاء الله بالمحاضره القادمه، دمتم بامان الله وحفظه.